أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا قال رب أنى يكون لي غلام قال كذلك قال ربك هو علي هين قال
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم الله يفتح عليك.
وكان تقيا وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالديه ولم يكن كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت الرحمن منك إن كنت تقيا
سويا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فناداها من تحتها ألا تحزني
ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأتت به قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قول الحق الذي فيه يمترون. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد
سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمكرون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان
فاختلف الأحزاب من بينه فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أسمع بهم وأبصر يوم لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها صدق الله العظيم الفاتح.